مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من برنامجكم، وهي حلقه نهايه الاسبوع الخميس 14 سبتمبر 2023. فرنسا دوله مهمه جدا لمصر من فجر التاريخ ربما، او من فجر بزوغ فرنسا. فرنسا يعني احنا عندنا من ايام ما كانت فرنسا بتحتل بعض من ايام الحملة الفرنسية بعض الاقطار ومن ضمنها مصر، وفي علاقات مشتركة قوية. صحيح احنا بنبصلها دلوقتي بشكل مختلف تماما عن زمان، بنبصلها بشكل من الندية وشكل من الاحترام وشكل من تبادل ثقافي. فرنسا دولة ذات حضارة وتقدر جدا قيمة الأدب وقيمة الفن وقيمة الموسيقى، فهي دولة مختلفة عن مثيلتها من الدول المتقدمة اللي ظهرت متأخر وملهاش جذور تضرب في أعماق التاريخ. طبعا مش بنفس الـ يعني العمق اللي موجودة في مصر مثلا أو الهند أو الصين، دي حضارات ما قبل التاريخ، دي حضارات عظيمة جدا ورائعة. لكن على الأقل استطاعت فرنسا في الفترة الأخيرة أن تطور من نفسها قدر ما تستطيع، حتى وصل شاب صغير إلى سدة الحكم في فرنسا حاملا أجندات يعني أقل ما توصف به أنها شبابية وأنها جريئة وأنها تغير الصورة اللي تعود عليها المواطن الأوروبي، أنه الحاكم كبير في السن وأنه بيمشي بالعافية وأنه بيفكر بشكل تقليدي جدا جوه صندوق الحكم، بشكل يعني يندر أنه هو يكون بيعمل فيه حاجة مختلفة أو بيكسر قاعدة أو بيفكر خارج الصندوق أو عنده حلول غير تقليدية. العلاقة بيننا وبين فرنسا علاقة طيبة جدا، والنهاردة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بتزور مصر. وهنا الحقيقة عايز أقول لكم قبل ما أقول لكم بس شوية عن أهمية العلاقات دي، إحنا وصلنا طبعا المسترال اللي كان الرئيس بيوجه امبارح بأنها تتحول إلى مستشفى ميداني، وهي سفينة بر مائية حاملة مروحيات علشان إنقاذ المصريين والليبيين في الشرق الليبي المتاخم للغرب المصري. عندنا شراكات مهمة جدا مع فرنسا، عندنا شراكات خاصة بالتصنيع المشترك، وده اتكلم فيه النهاردة الرئيس مع وزيرة الخارجية الفرنسية. عندنا تصريح منها ان مصر قوة اقليمية معتدلة وشريك استراتيجي لباريس، لانه احنا فضلنا وراء العلاقات المصرية الفرنسية الى ان وصلنا بها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ودي مش مجرد كلمات، لكن دي عاملة زي مراحل الاستعداد كده والطوارئ، كل مرحلة ليها قدرة معينة على انك تتبادل الرؤى وعلى انك تتبادل الاستثمارات وعلى انك تتبادل الثقافات وعلى انك تطبع العلاقات بشكل ايه هو. فاحنا واصلين لاعلى حاجة اللي هو الشراكة الاستراتيجية، وعندنا مجال نقل خبرات مهم جدا جدا من فرنسا لمصر، وعندنا تكنولوجي زي ما قلت لكم، وعندنا تصنيع مشترك، وعندنا اللي هم كمان محتاجينه مننا واللي عبرت عنه النهاردة كاترين كولونا، اللي هي قالت انه مصر قوة اقليمية معتدلة وشريك استراتيجي لباريس. كنت كلمت حضراتكم من فترة عن يعني عشية او غدات انتقال مصر للانضمام بعد الموافقة على انضمامها لبريكس، انه بتوقع انه يبقى فيه انتقام من الطرف الغربي بقيادة امريكا طبعا. والحقيقة انه انا كنت قريت المشهد غلط، ما كنتش فاكرين في نفس اليوم انا قلت لكم احنا بدأنا نعرف قيمتنا واحنا سوق كبير 105 مليون، فيبقى احنا ده احنا نقعد ونتشرط. لكن الحقيقة ما كنتش مدرك ان الدول الاخرى متفهمة هذا الامر، لدرجة انه بريكس يخطفك اول ما تقدم يقول لك يلا على طول، احنا كنا عايزينك من 2009، لكن مبارك خاف لحسن يغضب الجانب الامريكي والغربي. ف
فرفض، وكنت انت الدولة الإفريقية الوحيدة المرشحة والأولى قبل جنوب أفريقيا طبعا. النهاردة سبقتنا جنوب أفريقيا مع بريكس، لكن مش ده الموضوع. الموضوع انه حصل اللي كنا مش متوقعين، وهو توافد الجهات الغربية على مصر للإطمئنان. كل دولة ايه هتفضلوا تستوردوا اللي انتوا بتاخدوه مننا، مش كده؟ مش احنا لسه اصحاب ولا ايه؟ مش احنا ساعة لما حصل اديناكوا، مش احنا وقفنا جنبكوا ساعة؟ طب مش انت ولا انت ناوي تنقل الدفة بالكامل على ناحية بريكس، ما تستوردش غير من الصين، من روسيا، من الهند، من جنوب افريقيا، من السعودية، من الامارات؟ الان مثلت هذه المخاوف خطورة شديدة للجانب الغربي. فإذا بوفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي على رأسه لانسي جراهام، العضوة البارزة جدا وصاحبة المهام الصعبة والثقيلة لأمريكا خارج الحدود الأمريكية، وأيضا كان في هذا الوفد رئيس لجنة العلاقات الخارجية اللي طالما كانوا يخوفون بيه، اللي في ايده يوافق او يرفض على منحة، على قرض، على اقتراح، على استثمار، على تعاون، على قطع غيار سلاح، كل العلاقات الخارجية لجنتها بالكونجرس بتتخذ قرارات مهمة لها ثقل كبير. بعد هذا الوفد كان في اجتماع، وقت اجتماع البريكس كان في اجتماع عملاء امريكا في طوكيو، كان هي واليابان وكوريا الجنوبية. طبعا صحت توقعاتها، كوريا الجنوبية عدوة كوريا الشمالية، فامبارح كان رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون مع فلاديمير بوتين في روسيا في احدث قاعدة لإطلاق الصواريخ، وقال له ستنتصر، روسيا ستنتصر على اعدائها سريعا. ويبدو ان هناك ما يجهز عسكريا، لانه سمى قطع عسكرية إذا يعني أعطيت لروسيا هتنهي الحرب وبسرعة. فالنهاردة من خلال فقرات الحوار هيكون معانا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية عشان يكلمنا عن العلاقة المصرية الفرنسية، ونشوف فكرة المعسكرات ديت، ومن ضمنها برضو هنشوف موضوع كوريا الشمالية مع الاتحاد السوفيتي زي ما قلت لكم امبارح. طيب بعد وفد الكونجرس الامريكي، اذا بوزير الخارجية الياباني يجلس معنا ويأتي الينا حوالي 3 ايام 4 ايام، زي اللي مش عايز يروح. وبعدين وزيرة خارجية فرنسا، العلاقات قوية جدا جدا، وكل طرف في المعسكر الغربي يحاول ان يطمئن ان مصر ما زالت على نفس درجة العلاقة الطيبة، ومش هتشارك في حاجة ضده لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. النهاردة كان في وزير الخارجية الأمريكي بيتصل بست الوزير سامح شكري وزير خارجيتنا، فهو ده الحراك اللي شغال اليومين دول. عندنا فقرة حوار تانية برضو النهاردة عن استراتيجية جيدة جدا وجديدة اسمها رد الجميل لكبار السن، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة إليهم، وتجديد الدور اللي بيقوا إليها عدد من الدور. هنعرف التفاصيل مع الدكتورة مي التلاوي استشاري تنمية موارد البشرية وتطوير المؤسسي في فقرة حوار أخرى في استوديو مساء الخير. خلينا نبتدي مع حضراتكم الأخبار طبعا بإشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وقبلها كمان استقبل السيد الرئيس النهاردة تريزا إيفوا إيسانجونو رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية. الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس تيودور أوبيانج، وأشاد طبعا بالعلاقات المتميزة ثنائيا اللي بتربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. دكتور محمد عبد الكريم الباحث في الشؤون الإفريقية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني أهم المجالات اللي ممكن نتعاون فيها مع غينيا إيه؟ هو في ضوء خبرات مصر والتطورات الأخيرة بانضمامها أو الانضمام المرتقب في مجموعة بريكس وتفعيل المنطقة القارية الأفريقية، اعتقد يعني غينيا السويد تسعى للاستفاده من مصر في مجال البنيه التحتيه،
في قطاعات الطاقة، في يعني في تعزيز قدرات هذه الدولة الصغيرة على فكرة الصغيرة الواقعة غرب القارة، يعني بالاستفادة من إمكانيات مصر سواء الفنية أو يعني الاستثمارية طبعا في حدود المتاح، يعني بالنسبة لمصر أو في حدود الأفق المتاح أمام مصر في هذه الدولة، وهو ما يلائم البيئة في غنى الإسرائيلية بشكل كبير، أن هذه الاستثمارات أو هذه التعاون المصري سيكون ملائم تماما لغنى الإسرائيلية سواء من حيث التكلفة أو من حيث العلاقات الودية فعلا القائمة بين مصر وغنى الإسرائيلية بشكل كبير. طب مصر بقى لو نقلنا الدفة وبصينا للجزء الثاني من الميزان التجاري أو الخبراوي أو العلاقاتي بشكل عام، ماذا تريد مصر من غنية؟ طبعا غنية دولة إفريقية على عيننا ورأسنا، وإحنا بطلنا خلاص الإهمال الإفريقي منذ أن يعني رشح عبد الفتاح السيسي لكرسي رئاسة جمهورية مصر العربية. ده حقيقي. مصر طبعا هي مصر تسعى يعني مجال طبيعي لحركتها الدول الأفريقية مختلف، يعني أقاليم أفريقيا غرب أفريقيا جنوب زي ما فاكرين طبعا سترايس زار الدول الأفريقية لأول مرة رئيس مصر بيزورها، يعني صحيح. فهذا يعني مؤشر أن مصر تتحرك في جميع الاتجاهات الممكنة أو في جميع المناطق الممكنة، خاصة أن هذه الدول تشهد في الفترة الحالية والمقبلة تنافس دولي وإقليمي متزايد، يعني هناك اتفاقات مثلا بين دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الخليجية على ضخ استثمارات أمريكية خليجية مشتركة في هذه الدول لصالح الأطراف، في حين أن مصر لصالح يعني إيه يا فندم؟ لصالح الأطراف الخليجية أو الأمريكية، يعني فهذا أمر يعني مجال تنافس مفتوح، يعني أيوه. مصر تملك خبرات كبيرة يعني بغض النظر عن رأس المال الذي يعني يميز بعض الدول الأخرى طبعا، ما تملكه مصر إحنا فعلا متفقين عليه، وحضرتك يعني وفيت كلامه باستفاضة. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الكريم الباحث في الشؤون الأفريقية، أشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. وأروح للخبر الرئيسي وهو استقبال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسيدة كاترين كولونا وزير خارجية فرنسا بحضور السيد سامح شكري وزير خارجية المصري. الرئيس بيؤكد ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، خصوصا ما يتعلق بنقل الخبرات، التكنولوجي، التصنيع المشترك، بالإضافة لتعزيز تعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي لتداعيات سلبية لأوضاع سياسية دولية خطيرة، خصوصا الجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيداً بالعلاقة الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وخلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضاً ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تناول اللقاء أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل. من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في المؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة مع نظيرها المصري الوزير سامح شكري، إن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الأزمة الاقتصادية، وأوضحت أن بلادها على استعداد للحوار حول الموضوع الخاص بالديون، ولفتت إلى أن فرنسا مستعدة لزيادة الاستثمار في مصر. شوف جزء طبعا لغة متغيرة خالص، يعني أنا قلت لكم برضو قبل كده السيد الرئيس أول مرة راح الأمم المتحدة طالب بإعادة هيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن يكون لأفريقيا على الأقل مقعد واحد دائم، ولم يستمع أحد. أول من ضمينا لبريكس جي أنطونيو جويترش أمين عام الأمم المتحدة الأسبوع اللي فات، كان في كينيا في مؤتمر خاص بالمناخ، وقال لابد أن يكون لإفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن، مع أنه هو عمره ما بيتكلم عن موضوع مجلس الأمن ولا ملوش علاقة، رغم أن مجلس الأمن ده واحد من المجالس اللي هو بيرأسها كرئيس للأمم المتحدة. تعالوا نشوف كلمات الوزيرة الفرنسية ونرجع مع حضرتكم. شكرا على هذه الدعوة، لأني كما قلت أنك الوزير الأول غير الأوروبي الذي التقيت به بعد وصولي إلى مهامي هذه. التقينا في شرم الشيخ، في نيويورك، في برلين، في مدن كثيرة في العالم، ولكننا لم نلتقي بعد في القاهرة، وبالتالي أنا سعيدة جدا لوجودي هنا اليوم في هذا البلد الجميل والهام جدا لفرنسا ولتوازنات المنطقة. أود كذلك بداية أن أشكركم وأشكر سيادة الرئيس على استقباله، أشكركم على ضيافتكم السخية، أعرف أن هذه هي تقاليد الشعب المصري، وأنا سعيدة بتمتعي بهذه الضيافة اليوم، وأنا حقا متأثرة جدا لاستقبالكم للفرنسيين دوما في مصر، وهذا يبين على صداقتي العميقة. لقد شرفني الرئيس واستقبلني صباح اليوم، وسيادة الرئيس كان التقى الرئيس ماكرون منذ بضعة أيام في نيودلهي على هامش قمة الجي 20،
كنت أيضا تشرفت بلقاء سيادة الرئيس في باريس على هامش قمة من أجل ميثاق تمويلي جديد في يونيو الماضي، وشرفنا سيادة الرئيس بحضوره ومشاركته النشطة والتي كانت موضع تقدير في إحدى الطاولات المستديرة التي كنت أنا ميسرة لها. ولقد أشدت بسيادة الرئيس ومشاركته لحركة إعادة تأسيس العلاقات الدولية وضرورة الاستمرار في العمل للحد من الانقسامات بين الشمال والجنوب، حتى لو أن هذه التسمية ربما ليست مناسبة تماما، ولكن أيضا العمل الذي يقوم به في مجال المناخ، وهذا كان من مواضيع مؤتمر باريس، وبشكل عام التنمية وكذلك الوصول إلى التمويلات الدولية عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية أو التمويل من القطاع الخاص. مصر بلد هام لفرنسا ولكل شركائنا الأوروبيين، أنتم شريك تاريخي واستراتيجي وشريك لنا به كل الثقة، وأود أن أذكر بذلك اليوم في هذه الزيارة المتواضعة والقصيرة، ولكني أعدكم بأن أعود لأني فهمت أنكم دعوتمونا لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبا، وسوف تكون هذه فرصة لا تفوت لأعود مرة أخرى وأعزز هذه العلاقة التي تجمعنا على كل الأصعدة السياسية الاقتصادية الثقافية. أولا المواضيع الثنائية، يمكن أن نعمل معا أيضا ليس فقط لخير بلدينا، ولكن أيضا ربما لتستفيد المنطقة من ذلك. مصر في قلب المتوسط، هذا أمر بديهي ولا حاجة لأن نذكر بذلك، لأن هذه هي الجغرافيا. أنتم على ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا مكان جغرافي وجيو استراتيجي لا يمكن لأحد أن ينازعكم عليه. مصر هي في بيئة معقدة ولم تتحسن في السنوات الأخيرة، هذا يمكننا أن نصف ذلك بكلام دبلوماسي، ولكن من الهام جدا أن نتمكن من الاعتماد على بلد هو قوة إقليمية وقوة حوار واعتدال وقوة تسعى إلى الحلول كما نفعل نحن، وبالتالي أود أن أشيد بالدور الذي تلعبه مصر من أجل السلام. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة، الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري تلقى اتصال هاتفي من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. أكد الوزيران خلال المحادثة متانة العلاقات الأمريكية المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف على المستوى الثنائي وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتم التأكيد على خصوصية العلاقات اللي جمعت البلدين على مدار عقود طويلة ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة اقتصادية تنموية سياسية أمنية وعسكرية، وأيضا تطلعهما معا إلى تعزيز هذه العلاقات والشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة. برضو كلام إجرائي، لكن برضو مش منفصلة مكالمة أنتوني بلينكن عن زيارة وفد الكونغرس أبدا زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة. الحكومة النهاردة وافقت على عدد من القرارات في اجتماعها الأسبوعي، منها مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات المصريين المقيمين بالخارج، تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها. معايا على التليفون أستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهم ما جاء في قرارات الحكومة اليوم إيه؟ يعني عايزين قرار واحد بس نشرحه بالتفصيل للسادة المشاهدين. هو القرار الخاص بالجنس. ألو؟ أيوة فين؟ القرار الخاص بإعطاء الجنسية وتيسيراتها. إعطاء الجنسية للأجنبي في مصر. يعني ده زي ما حضرتك عارف إن كان طلع قبل كده قرار من الحكومة فيما يتعلق بإمكانية منح الجنسية المصرية
إلى الأجانب ولكن باشتراطات معينة، بشرط تملكهم لأراضي أو وحدات أو حاجة زي كده، أو واحد يعني عقارات أو وحدات أراضي، استثمار أي طويل الأجل. وبالتالي دي آلية من آليات تنويع مصادر الدخل. معناه أنك يعني مثلا بتحاول تحصل على عملات أجنبية بعيدا عن الآليات التقليدية. تمام. مفترض أن النهاردة بقى حصل تيسيرات على هذا القانون، إيه بقى الجديد؟ التيسيرات، أولا في لجنة لفحص الطلبات، مش معنى يعني ان انا اعطي الجنسيه او امنح الجنسيه ان انا افتحها كده يعني، لا طبعا، ده لابد من الفحص الامني قبل كل شيء. بالضبط بالضبط. هذه اللجنه مشكله للمراجعه والفحص والتدقيق. ليه بقى؟ لان زي ما حضرتك عارف ان يعني العالم يموج بالمشاكل طبعا. وبالتالي انت عندك زي ما بتمنح الجنسية مقابل هذه الاشتراطات، لك الحق ايضا في رفض العديد من الطلبات لدواعي تخص الامن القومي، ودواعي تخص الامن المصري، ودواعي تخص سلامة المجتمع المصري. طبعا حضرتك عارف ان يعني في مادة كانت بتنص على 300,000 دولار. 300,000 دولار أو أي anyway يعني أي 300,000 دولار يتم إيداعهم في البنوك المصرية كوديعة كإيه بالضبط؟ إيه 300,000 دولار؟ لا، في شراء، في شراء أو تملك عقار. تمام. مثلا يعني، وبالتالي ده لابد أن يأتي من الخارج. هذه الأموال يتم تحويلها من الخارج، أو لو دخلت بتدخل عن طريق المنافذ الشرعية اللي هو الجمارك والدوائر المختلفة، وبيتم تسجيلها وخلاف. طيب نفترض أن واحد جايب 300,000 دولار، هل هيخش كده من المطار مثلا؟ لا طبعا. المنفذ يقول أنا جاي عشان أخد الجنسية؟ لا طبعا. في حاجة اسمها جدية، جدية في تقديم الطلب، بمعنى ان ده معروف انه جاي لان الطلب بتاعه قبل مثلا للإقامة والتملك او خلافه. يعني الطلب بيقبل اولا وبعد كده هو يشرفنا بالاموال اللي مطلوبة كاستثمار. بالضبط بالضبط. في حاجة 10,000 دولار مقدم الرسوم يعني. لكن بس في نقطة مهمة هنا بقى، في حالة رفض طلب منح الجنسية بترد ال10,000 دولار ولا بنضرب عليها عواف؟ لا لا، ما فيش حاجة اسمها ضرب عواف، اصل في اشتراطات بنرجعها يعني. في قواعد. 10,000 برضو مش قليل يعني، يقول لك يا طابت يا خابت وانا دافع 10,000 دولار. اشكرك جدا يا فندم استاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. كنت بشوف برضو، بحاول ابص زي الناس اللي بره، عشان يعني مثلا انا كنت في اليونان، اليونان برضو لو انت شاري شقه بتاخد الجنسيه، فهل المساله بقى كون ان هو ما يكونش بقى يروح مثلا ايه يشتري له شقه مثلا بنص مليون بمليون؟ الا لا، ده 300,000 دولار ده رقم كبير يعني، احنا بنتكلم في حوالي 10 مليون مصري مثلا تقريبا، حاجه زي كده ولا اكتر مش عارف، المهم انه رقم كبير يعني. فما حتى لو هيستثمر ما يبقاش بيستثمر بضعف يعني. طيب اروح مع حضراتكم لافتتاح دكتور مصطفى مدبولي لمعرض اهل المدارس، اللي قال في افتتاحه ان منافذ المعرض 480 منفذ، ومنهم 85 معرض رئيسي، وعلى هامش المعرض كان فيه زي مؤتمر صحفي بقاعه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بارض المعارض. قال فيها برضو انه تم اطلاق 84 سياره بتنتشر في كل ربوع الجمهوريه عشان يوصلوا هذه المنتجات لكل الأماكن، وأن التخفيضات بتصل من 20% إلى 50% على هذه المنتجات الخاصة بالمدارس ودخول أولادنا لمرحلة تعليمية جديدة. نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتك. رحيم، أولا كل سنة وحركم طيبين جميعا، بمناسبة قرب حلول طبعا العام الدراسي الجديد، ودايما
يعني الواحد دايما بيبقى يعني يوم سعيد لما ببقى بفتتح هذا المعرض، معرض أهلاً بالمدارس. والحقيقة يمكن أنا الملاحظ عندي هو على مدار الفترة السابقة والافتتاح المعارض على مدار السنين السابقة، هو أولاً زيادة المنتج المصري والمنتج المحلي، وإنه هو بقى فعلاً يمثل الغالبية العظمى من المنتجات اللي موجودة النهاردة في هذا المعرض والجودة. ودي نقطة مهمة جداً إن أنا ابتديت ألاحظ ارتفاع، يعني الحقيقة بمنتهى الأمانة كل سنة مستوى الجودة في تقفيل المنتج وشكل المنتج بيختلف وبيتحسن بصورة كبيرة جداً. فدايماً الحمد لله أنا سعيد جداً بتطور الصناعة المصرية في هذه المجالات اللي كان الاعتماد الأساسي فيها يعني فيما سبق هو الاستيراد. النهاردة يعني المعرض بيضم أكثر من 170 عارض بيعرضوا كل طبعاً الأدوات المدرسية، الشنط، الأقلام، الكراريس، الكشاكيل، كل الحاجات الأخرى، الملابس، الأحذية، المنتجات الغذائية أيضاً. فالحقيقة في يعني تنوع شديد جداً في المعرض. لكن الحقيقة من مصاحب هذا المعرض أيضاً يعني طبعاً شهدنا انطلاق 84 سيارة بتمثل معرض متحرك، وال84 دول هينتشروا في ربوع الجمهورية. ولكن أيضاً الأهم إن زي المعرض اللي احنا بنفتتحه النهاردة احنا عندنا على مستوى الجمهورية 480 منفذ هيبقى بيشملوا نفس هذه النوعية من المنتجات، منهم 58 معرض رئيسي على نفس المستوى اللي احنا فيه النهاردة. فطبعاً ده كله الحقيقة جهد من الدولة ممثلة في كل الوزارات اللي معايا طبعاً زملائي الوزراء، وأيضاً معالي محافظ القاهرة، وطبعاً اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف وكل ممثلي القطاع الخاص اللي النهاردة الحقيقة بنشرف ونسعد بالمستوى اللي هم وصلوه. الحقيقة يعني أنا أهم حاجة إن السلع كلها اللي موجودة النهاردة بتتراوح نسب الخصم فيها ما بين 20 لغاية 50%، ودي يمكن الواحد شافها بالذات في منتجات أنا عارف جداً بيبقى الأسرة المصرية الحقيقة بتدور دايماً على الجودة، وفي نفس الوقت السعر يبقى سعر مناسب. وهو فعلاً الحمد لله اللي احنا لمسناه مع التخفيضات الكبيرة اللي موجودة في أسعار الأحذية والملابس والمنتجات المدارس كلها، الشنط بالذات لأطفالنا. فالحقيقة يعني الحمد لله الأسعار كلها أقدر أقول إنها في متناول كل الطبقات اللي موجودة في الأسرة المصرية. وإن شاء الله دايماً هذه النوعية من المنافذ والمعارض بتبقى عشان فرصة إن إحنا يعني كدولة بنقول للمواطن المصري إن السلع المصرية بقت على مستوى عالي جداً وبتقدم بسعر مناسب جداً للأسر المصرية وفي متناولها، لأن طبعاً مع التضخم العالمي وارتفاع الأسعار بتبقى دي دايماً شكوى. عشان كده الحقيقة إحنا كنا حريصين على ان احنا نطمن على الاسعار، ويمكن عشان كده انا بشكر مره اخرى اتحاد الغرف التجاريه وكل العارضين النهارده على التخفيضات اللي هم بيقدموها، واللي ان شاء الله هتستمر وبنتابعها طوال ايام المعرض والفتره الجايه ان شاء الله. مره اخرى بشكر حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين جدا. في جلسة طارئة لمجلس النواب الليبي في بني غازي وجه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح الشكر للدول اللي قدمت مساعدات لليبيا ووصفها بالدول الشقيقة علشان نقدر نواجه تداعيات كارثة إعصار دانيال، وأكد أن اللي حصل في دارنا فاجعة كبرى. وخلال كلمته في جلسة خاصة بمناقشة آثار الفيضانات قال محلة في بلادنا كارثة لا مثيل لها، الحكومة تعمل على حماية المواطنين ورعاياتهم فضلا عن تعويض المتضررين من العاصفة، وطالب الحكومة بعودة الأمور لطبيعتها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر فقط. سيب حضراتكم مع فيديو هذه الجلسة الطارئة للبرلمان الليبي وفاصل قصير، وبعد كده يشرفني دكتور مي التلاوي استثماري تنمية موارد بشرية وتطوير مؤسسي للحديث عن رد الجميل إلى كبار السن. وإن عمل الشيطان اصبروا لتكون النتيجة في صالحكم والعاقبة لكم، لا تحزنوا فالقضاء مفروغ منه، والحزن لا يبعث ميتا ولا يرد قدرا ولا يجلب نفعا، جفت الأقلام طويت الصحف قضي الأمر كتبت المقادير.
اصبروا فالصبر مفتاح الفرج، حق الله على عباده الصبر، فللصبر منزلة عظمى، فالواجب على العباد أن يصبروا محتسبين، يصبروا على أقدار الله التي قدرها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله أن يخرج الأحزان من قلوب الليبيين ويملأها فرحا وسعادة، ويدخل شهداء الوطن فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يقوله الصالحون المهتدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما حصل في بلادنا كارثة طبعية، قوة قاهرة كما قلنا لا يمكن دفعها، وما لاحق بمدينة درب الحضارة والعلم والثقافة، فاجعة كبرى، ضاع الآلاف المواطنين والمعتزل والمشاهد في ساعات قليلة، دمر جزء كبير من المدينة، لكن الأفذاذ الشجعان يتقبلون المكاره برحابة صدر وإرادة قوية. فقدنا إخوتنا وأحبائنا، لكن ستعود درنا كما كانت وأحسن حالا، بعزيمة أهلها ودعم إخواتهم من أبناء الوطن في شرقه وغربه وجنوبه. ولا ننسى أن نشكر الدول الشقيقة والصديقة على ما قدمته من دعم للشعب الليبي في هذه الظروف العصيبة. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. نحن في مجلس النواب، وبناء على طلب السادة النواب، عقدنا هذه الجلسة الطارئة ليكرر المجلس التعازي لكل المواطنين الليبيين فردا فردا، ونثمن ما تقوم به الحكومة الليبية والقوات المسلحة ولجان الطوارئ والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية والصحية والمؤسسات والهيئات وكل المواطنين. ندعو الحكومة لمزيد من العمل لإنقاذ المواطنين وتدبير السكن والعلاج والعيش الكريم وتعويضهم عما أصابه من الأضرار. سيقوم مجلس النواب بإصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة آثار هذه الكارثة وإصلاح الطرق والكباري والمنشآت التي دمرتها المياه. تحية تقدير واحترام وإكبار لكل المواطنين الليبيين على تضامنهم وفزعتهم المتوارثة في أوقات الشدة والأزمات. الحكومة مطالبة بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد عن 6 أشهر. سيشكل مجلس النواب لجان لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة من الفيضانات وتقديم تقاريرها للمجلس. على الحكومة تزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم من جديد. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا لاول فقره من فقرات الحوار لهذا اليوم. بيشرفني يكون ضيفتي في هذه الفقره دكتور مي التلاوي، استشاري تنميه موارد بشريه وتطوير مؤسسي ورئيس مؤسسه القيادات المصريه للتنميه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ايه مؤسسه القيادات المصريه للتنميه دي؟ فاجئت. مؤسسه تنمويه، هي يعني اهليه. مؤسسه تنمويه اهليه وخيرية يعني في بعض الأوقات من السنة، غير هادفة للربح، ودي بتشتغل على الشباب والمرأة بحكم التنمية، يعني ده اللي احنا مستهدفينه وبأشكال متعددة. لكن ليه مسمينها القيادات؟ يعني هل انتم مستهدفين فكرة تصعيد قيادات أو فكرة تأهيل الشباب ان هم يتبوأوا مناصب قيادية مثلا أو كده؟ ده كان فكر في الاسم نفسه، ان كل مجموعة انت بتنميها بتعتبر بتطلع قيادات. فجد من هنا. بالإضافة إن أنت النهاردة من غير القيادة بالتنمية ما ينفعش يكون في تنمية من غير ما يكون ريادة الأعمال كده. بالضبط، ما ينفعش أقول إن أنا عندي قيادة وهم أساسا مش فاهمين يعني إيه تنمية. أيوة. فده جزء بيأثر كمان، فده كان الفكرة من الاسم. وإن إحنا دايما بنشتغل على الشباب والفتيات المصريين والنساء، فده جت من هنا القيادات المصرية للتنمية، دور التنموي. طيب إحنا عندنا يعني استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان، والحقيقه في منطقه منيره كده فيها كبار السن. ايه الخدمات اللي احنا بنقدر نقدمها وايه اللي بنطمح لتقديمه لكبار السن؟ لان احنا عندنا ازمه، خليني استعيدها قدام حضرتك مع الساده المشاهدين،
الموظف بالذات موظفين الحكومة وكده بياخدوا رقم معين بالزبط. بيمشوا نفسهم بالعافية يجي يطلع على المعاش يتفاجئ انه بياخد مثلا تلت هذا الرقم او اقل بالزبط. بينما هو وصل للسن اللي هيبتدي فيه بقى عنده مصاريف أدوية ثابتة وعنده هو العائل الوحيد مراته مثلا كبرت في سن حاجات كده يعني مفترض مفترض انها الالتزامات بتزيد والفلوس بتقل بالظبط. فايه اللي ممكن نقدمه كدولة في الظروف دي؟ هو الدولة بالنسبة لكبار السن كان في اوريدي قانون فعلا هو ده لكبار السن والمسنين وخصوصا ان هو بعد 65 سنة انها القانون ده كان بيشمل حقوقهم سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي الثقافي الترفيهي. فده بيشمل ان انت عايز تعمل خدمات لكبار السن يبقى في نوع من مسانده ليهم. أيوه. مشاركتهم كمان وحقوقهم وخصوصا حقوقهم الصحيه لان ده جزء مهم خصوصا لو ما كانش له معيد او ملوش معاشات. أيوه. فده جزء كان في القانون اللي كان طرح في وقرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب. فده ان هو لو انا النهارده المسن ده ما عندوش معاش لان في بعض منهم ما عندهمش معاشات هيتعالج فين؟ هيقعد فين لو ما عندوش مكان؟ فده جزء كانت الدوله فعلا بتشتغل عليه بترعاه في مراكز رعايه زي اللي هو دور المسنين سواء حتى من المجتمع المدني بيبقى في بعض من المجتمع المدني كجمعيات اهليه بتشتغل على الجزء ده وبالاخص هي مثلا مستهدفه كبار السن ورعايتهم فبتعمل دور رعايه المسنين. بالاضافه ان في دور رعايه بتبقى وزاره التضامن الاجتماعي الطبيعي هي بتشرف على جميع دور الرعايه وطبعا هي اللي بتدي الاشهار للموضوع ده. فالرقابه مهمه جدا جزء برضو كان في القانون انها الخدمات حتى اللي بتتقدم لهم المواصلات في ممكن يبقى تخفيضات جزئيه. دور الرعايه نفسها اقرت فيها ان طبعا عليها رقابه بالاضافه طبعا لموضوع الصحه لو في معالجه ليهم صحيا نفسيا تاهيل فده جزء برضو ليهم كمساعدة وكمساندة. كمان الجزء التاني التعليمي أو الثقافي بمعنى أن ساعات في بعض من المسنين وكان في نماذج تلاقي نفسها أنها تكمل زي فصول محو الأمية وده موجود في بعض دور الرعاية في اللي هو الإعدادية أو الثانوية أو حتى توصلها للجامعة. وكان في بعض النماذج كده يمكن من فترات كانت بتطلع في التلفزيون أنها الست المسنة اللي دخلت الجامعة وكملت الشهادة فده بتديه كمان أولوية في دور الرعاية. ده غير أن لو إحنا طورنا دور الرعاية الحكومية اللي هي بمصاريف رمزية أو من غير مصاريف خالص ده هيخف عن كاهل البزنس بتاع دور الرعاية الخاصة طبعا اللي وصلت لأرقام مذهلة طبعا لأن أنت النهاردة مش كل الناس تقدر أنها تروح دور الرعاية الخاصة طبعا. بالإضافة أن دور الرعاية على فكرة الحكومية بدأت فيه تطوير وكان فيه مشروع من فترة اللي هو بناء قدرات العاملين لدار المسنين والأيتام فده كان جزء مهم جدا لأن أنت بتتعامل هنا الستاف نفسه إزاي يتعامل مع المسن إزاي يراعي الحقوق إزاي يراعي النهاردة وثيقة أن أنا النهاردة ده له حقوق لازم ياخدها والرعاية مش أن إحنا بنعطف عليه قصة مش عاطفة مش جاي أن أنت سوري يعني إحسان لأ حتى ايفن ان الدار الرعايه دي لو هو مش قادر بيدفع كانت برضو جزء كبير ان الدوله بتدعمه خصوصا لو هو ما عندوش مصدر دخل. حته الميكنه الالكترونيه وازاي يستخدم دلوقتي حضرتك الفيزا والمعاشات بدل ما كانوا بيقفوا في طوابير طويل عشان يحصلوا على معاشهم ان ممكن حد يعرفهم ازاي ده برضو ممكن دور الرعايه بتسهل المواضيع دي ان ممكن يعرفوا حد بيجي بيعرف تسهيل انها اجراء الفيزا والمعاشات بالنسبه لهم وخصوصا انها بتنزل في مواعيد معينه عشان النهارده يستفيد. انا عرفت ان حضرتك ليكي دور مهم في مساله دور الرعايه ديت وكنت بتلفي على دور الرعايه وبتشوفي المشاكل ايه اكتر التحديات اللي انت شايفاها المفروض الدوله تذللها دي؟ خليني اقول لحضرتك ان كان الدور ده كان دور انا يعني عملناه مثلا مع الروتري لان انا روتاريان رئيس نادي سابق بيابلس الجولف بلس ان المؤسسه اشتغلنا في الحته دي ان احنا كنا ممكن نقدم خدمات بسيطه لبعض دار المسنين على المستوى التنموي فبتلاقي بعض ان البنيه التحتيه مثلا او المفروشات التجهيزات محتاجه تجهيزات محتاجه تطوير في الكونستراكشن في البدايه طبعا ده جزء ممكن او حتى المساعدات ان انت الفرنتشر التجهيزات البسيطه الاساس محتاجه ان انت الانتريات المراتب الحاجات دي كلها على فكره في دار رعايه فعلا فقيره
طبعا. فده جزء مهم. كانت كمان وزارة التضامن يعني بتشتغل على مشروع زي كده. النهاردة كان لما قلت لحضرتك المشروع اللي احنا انا كنت مشاركة بيه على مستوى الشخصي كخبير تدريب ان احنا كنا بنشتغل على العاملين اللي جوه عشان كمان يحافظوا حتى لما الوزارة تبقى بتبدأ تعمل هي بقى التطوير في البنية التحتية والتجهيزات والمفروشات ازاي احنا نحافظ عليها. الحقيقة انا نفسي كمان ان انتوا يبقى لكم مساهمة في الدور الرقابي، يعني انتوا تساعدوا وزارة التضامن في ان انتوا تطمنوها ان الدور ماشي كويس وانه مفيش تعامل سيء مع كبار السن، ان مفيش خنصرة من راحتهم من اكلهم من تلفزيونهم من وقت ترفيههم من ابتسامتهم. خلي بالك ده بيطلب ممكن من خلال انت تعاملك ممكن تلجأ على طول للوزارة وبتبلغ لو شفت حاجة زي كده، إلا إذا كان في مشروع الوزارة بتتبناه فبتستعين بجمعيات مجتمع مدني وتبدأ دور الرقابة على أساس أنها عايزة تعمل حفاظا على حقوق المسنين وفي نفس الوقت يبقى في المثلث كده اللي هو المجتمع المدني موجود والوزارة. هل إحنا المجتمع المدني والوزارة وإيه؟ ممكن قطاع خاص يدعم على فكرة. مش كده؟ طبعا ممكن القطاع الخاص بيقدم مساعدات أو جزء من شيء. المسؤولية المجتمعية للشركة أو المصنع أو كده. لو كل مؤسسة بقى لها دار الرعاية الخاصة بأهالي اللي كانوا عندها أو لما كبروا أو حتى إيفن على دواء المسؤولية المجتمعية للمحافظة بالزبط. اللي بينتمي ليها رجل الأعمال ده بيساعد الدولة كمان في حتة التنمية المناطق نفسها اللي فيها دور الرعاية بحيث يبقى فيه استدامة للموضوع والرقابة بتبقى موجودة. قبل ما سيب الحتة دي، هل حضرتك شفتي مازال هناك خلاف على مسألة إن المسن ينضم لدار رعاية؟ رفض منه، رفض من أولاده، احساس بان ده عار مجتمعي ان هو كاننا رميناه في الشارع فرميناه في دار، بينما الحقيقه مش كده خالص. ده يعني انا شفت ناس اولا ليهم صداقات من نفس سنهم طبعا، ثانيا عندهم نفس الهموم، حتى القانون قال يعني قال حقه في الترفيه بالظبط، فبقى في جزء منه ان هو بيسمح له بحته الانديه النهاريه الترفيهيه. فده القانون بيبين حقوقه في الحتة دي. زائد كمان ان هو يمكن الثقافة هي اللي فيها مشكلة، ان انا النهاردة لو ما عنديش اولاد لو انا لوحدي وكبرت ومحتاج مجتمع اندمج فيه وليه اصدقاء ويبقى فيه تفاعل، فمش عيب ابدا ان انا ممكن اروح دار المسنين واقعد معاهم واطلع معاهم رحلات. كل ده بيعدل من النفسية للمسن، بل بالعكس في اللي بنرفضه طبعا والشيء اللي احنا ممكن حضرتك تشوفه ان ممكن يكون هو اتحط في دار المسنين فالاولاد او اولاده بيحطوه ما يسالوش عليه، ودي مشكله طبعاً. دي بتبقى فيه قتل، يعني انت بتقتل نفس معنويا طبعاً. بقى هو ده اللي بيبقى محتاجه على فكره المسن، محتاج حته اللي هو نقول النهارده انت كمجتمع او احنا كافراد ان الزيارات دي بتخلق على فكره نوع من الحميميه ليهم طبعا. انا افتكر ان انا كنت مع يعني زمان كنت اللي عرفني ده قوي جدتي كنت بروح معاها دار المسنين بشوف بطلع معاهم رحلات وانا لسه يعني واحنا في مرحله الطفوله، فده خلى عندنا ان احنا نبقى شايفينهم بنندمج معاهم. فالموضوع كمان ان هم ده الاحتياج بتاعهم فعلا في الفتره دي الحقيقي اللي هم محتاجينه. لكن عمليه الرفض ان هو انا عايز امشي، فالقانون بيقول لحضرتك ساعات المسن هو عايز يمشي من الدار، حقه ان هو يمشي من الدار، انا مش هقدر امنعه طبعا بالظبط. لكن كان في ممكن ساعات ان في الاداره او العماله بترفض ده، لا طبعا هو له مطلق الحريه طبعاً. يقعد او يمشي فده بتاعته هو. كون ان بقى الاولاد مش داعمين ليه ماديا او ان هو ما بيصرفوش أو عليه نفسياً او كمان. نفسيا ده ممكن يكون بتواصل من العماله من العماله مع الـ مع الـ مع, الـ مع الاهل. طيب لو انا الاهل دول المفروض هم ملزمين بالكفاله ليهم، في اجراءات ممكن تكون بتاخدها الادارات المسؤوله عشان تقدر ان انت مسؤول منه انت ملزم منه. طب لو هو ما استجابش فالدوله هنا المفروض هي بتكفله في الحته دي. ان حتى برضو حته القضاء واللي هو لو انت عندك مشكله قضائيه ممكن ده في مسانده فيه، وده كان واضح في بنود القانون غير الوثيقه اللي هي بتضمن قميصاق للمسنين وحقوقهم. اخر حاجه عايز اسال حضرتك عليها وحضرتك فتحتي لي سكتها، فكرتيني لما قلتي كنت بتروحي مع جدتك وانت شابه صغيره. انا اعرف مجموعات كتير مقسمين نفسهم بيروحوا يعملوا اشياء ترفيهيه للمسنين لدور مسنين يلعبوهم عيد ميلاد يجيبوا تورتايه يجيبوا لعبه خفيفه وهم عيد الام بالاخص عيد الام انا فاكره ده كويس
يعني ده من الحاجات الجميلة اللي بتبقى فيها انك بتحتفل معاهم، بتحسسهم ان هم احنا اولادهم. اه دي من الحاجات الجميلة. رمضان ممكن تفطر معاهم. أيوة. فده كمان من المناسبات طبعاً. بالعكس طبعاً. احنا بنشجع كتير من الشباب ان يكون ده دور منهم التنموي بقى هو ده والانساني، ولكن بنروح بحب ان هم زي اهالينا طبعا بالظبط، لكن مش عشان نصور وننزل الفيسبوك، ده مرفوض تماما لان هو له خصوصيه ولازم نساله. انا صورت مره بس كان الموقف مختلف. اوكي. كان في دار رعايه سفيره طلبت تشوفني. تمام. فكان بتتابعني في التلفزيون وقالوا لي المسؤولين احنا عاملين لها عيد ميلادها النهارده، فنفسها نعمل لها المفاجاه اللي هي يعني عايزاها. فطبعا ده كان وقت جميل واخدت ورد وانبسطت ونزلت ده شرفا وفخرا بان ممكن يبقى في الاماكن دي ناس قدموا للوطن تاريخ طويل، كان طبعاً. عندها تاريخ دبلوماسي كبير يعني. طبعا. لكن فكره مجموعات الشباب دي هل ممكن ننسقها ازاي؟ يعني انا فاكر مره زمان كنا رحنا كمجموعه في الكنيسه يوم العيد قضيناه في معهد الاورام. فاحنا خارجين طبعا احنا مبسوطين وتعلمنا حاجات كتير، الناس بتشكر ربنا وبتحمد فضله وهم شكلهم صعب جداً طبعاً. من الاورام وماديا صعب واجتماعيا صعب، لكن واحنا خارجين الراجل المشرف على الدور قال لنا جمله جميله، قال لنا بقول لكم ايه ما توزعوا نفسكم. يعني ايه؟ قال احنا في العيد يومين في السنه نلاقي كل يوم 20 مجموعه جاي بالظبط، طب وبقيه الاربع خمس اشهر ما تسالوا عليهم. فكانت فكرة جميلة. يعني هل من تنسيق ما ممكن يحصل؟ ممكن طبعا يحصل. لو النهاردة انت بنتكلم في حتى المجموعات الشبابية بتنتمي سواء للكنيسة او للجمعيات الاهلية او لبعض الجوامع او اي مجتمع مدني او اي طبعاً مجتمع طبعاً بالزبط طبعاً. او مجالس قومية، فده ممكن يحصل. حتى الاحياء طبعاً. احيانا بتعمل كده مراكز لأن الشباب طبعا في مراكز تكون. الشباب ممكن بتبقى فيها نشاط يخص المسنين، او وزارة التضامن بالمناسبة ممكن بيبقى فيها زيارات بتشجع او المتطوعين اللي هو بنك التطوع دلوقتي. فده بيخلق تنسيق، لكن لو تمت طبعا بخطة وفيها تنسيق ومجتمع مدني يبقى مشارك والشبكات اللي هي من الشباب، فده هيبقى فيه تنسيق فعلا زي ما حضرتك تقول على مستوى بقى الدار. هي احنا عندنا كام دار؟ احنا محتاجين قد ايه؟ كل قد ايه المعدل او الوتيره؟ لانه كل قد ايه ما ينفعش طبعا كل يوم ناس تروح تهد حيلهم يعني وتنططهم، لان هو فيها برضو ممكن يكونوا محتاجين ادويه على فكره. فده جزء الموضوع التصوير احنا بنستاذن تسمحوا لده وبنمضي لو هم حبوا، لان في منهم بيقول لك وماله، في منهم بيرفض وفرحانين. فلازم احنا نحترم ده طبعا بالظبط، ويبقى له حتى فورمولا وخصوصيتهم، ودي كانت في الوثيقه. لان الدار نفسها ممكن تمضي ان انت اوكي موافق لو انت بتصور او انت كمجتمع مدني ان احنا بناخد اذنهم وموافقين، لكن لو مش موافقين طبعا استحاله، لانك انت يعني حق من حقوقه انك بتتعدى على خصوصيته. طب حضرتك قلتي اكتر من مره ده موجود في الوثيقه، ده موجود في قصدك ايه؟ وثيقه المسنين مع المجتمع المدني، ودي كانت من القانون. لان زي ميثاق شرف. يعني امتى اتعملت؟ ده داخل القانون برضو في لما اثناء مناقشه القانون واصداره من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ففي جزء من الموضوع ده كان موجود. طيب حوالي 2022. حضرتك ما قلتليش دكتوره مي ايه من الاحتياجات او التحديات، يعني حاسه انه لا دور المسنين محتاجه كذا 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 واحنا لسه ما عملناش ده. الرقابه مهمه جدا. التنسيق مهم. الضمير المهني ده مهم جدا من العاملين. الضمير المهني، التطوير دايما للعاملين، احترام المسنين. هل في دورات؟ هل في في دورات وده يعني انا ما زي ما قلت حضرتك احنا كان في برنامج كبير وكان بيشمل دار مسنين والمديرين ورؤساء المجالس الاداره على فكره والمنظمين اللي هم للعمل جوه. اللي بنتمنى وبنأمله انه يكون في بقى الضمير المهني طول الوقت. مش وقت وهنقطع فيه طبعا. عشان في الاخر يبقى فعلا تطوير مؤسسي كامل، تقدر النهارده يبقى في نوع من الرقابه، في المتابعه، في استغلال الموارد بطريقه صحيحه، المساعدات اللي بتتقدم فعلا تروح لهم. ده جزء مهم جدا. الوزاره لما بتقدم على فكره تطوير في بنيه تحتيه، محتاجين احنا القائمين على الدار نحافظ على التطوير ده. محتاج المسن نشاركه في احتياجاته، يبقى في حوار بيننا وبين المسن. حلو قوي. وده جزء في القانون موجود. يعني هو القانون كان بينص افتكر ان هم اللي يضعوا سياساتهم المناسبه ليهم. بالظبط، سياساتهم واحتياجاتهم. انت النهارده ممكن تلاقي نفسك بتجيب سوري ادويه لامراض مزمنه، وانت ما تعرفش انا عندي ايه الامراض، هي ايه الامراض المزمنه اللي انا عندي. فجايب ادويه، ده مش صح.
بالعكس ده مهم قوي ان احنا نتحقق ايه الاحتياج عشان نقدر نجيب حتى المورد. التنسيق هنا بقى مهم زي ما حضرتك المورد قلت. حتى المسؤوليه المجتمعيه من الشركه لما تبقى بتجيب حاجه وعايزه تطور فعلا، يبقى انا هنا بحط المورد صح مع التطوير المظبوط. انا بشكر حياتك جدا، شرفتيني. ميرسي لحضرتك، شكرا جدا، وميرسي للقناه واشكركم. شكرا جزيلا دكتور مي تلاوي، استشاري تنميه الموارد البشريه والتطوير المؤسسي، شرفتنا النهارده. ولسه عندنا فقره حوار تانية، خليكم معانا، عن زياره وزير خارجيه فرنسا لمصر بعد فاصل قصير، استنونا. في إطار المصالح المشتركة وفي إطار الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق الاستقرار ومحقق مصالح الطرفين. الوزيرة تشرفت صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس، كان لقاء مطول تم خلاله تباحث حول العلاقات الثنائية وهي متشعبة وعميقة، أيضا عقدنا اجتماع مع معالي الوزيرة وثم موسع مع الوفود، تناولنا أيضا بقدر أكبر من التعاون، خاصة التعاون التجاري والاقتصادي ووجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها. وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي إلى الشعب الليبي الشقيق وأيضا لأسر المصريين في ليبيا اللي تعرضوا للسيول المدمرة، وبالتأكيد أيضا لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس. لكن عودة إلى الموضوعات التي تناولناها، فأيضا الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها، الأوضاع في سوريا في العراق، التطورات الخاصة بنتائج اجتماعات الجي 20 الأخيرة، وهناك كثير. أهلا بحضراتكم للفقرة الحوارية الثانية والأخيرة اللي بيشرفني يكون ضيفي فيها دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا هبي، سعيد بوجودي مع سيادتك في صرح مهم جدا للإعلام المصري قناة ميسات. أشكرك جدا يا فندم. دكتور حامد، فرنسا بتمثل لمصر مستوى عالي من الشراكة الاستراتيجية، نما بعكس ما كان الآخرون يتصورون منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان طبعا فاكر بقى حضرتك التبعية الأمريكية والقصة بتاعت السادات 99.9 من أوراق اللعبة في إيد أمريكا والكلام ده. فإذا بأمريكا نفسها تفاجأ بأن مصر بتمد جسور تعاون شديدة وخطيرة حتى على المستوى العسكري وتنويع مصادر السلاح، فرنسا ألمانيا بريطانيا، ده بالإضافة بقى للصين وروسيا والهند. فطبعا إزاي مصر قدرت تحافظ على المستوى ده من العلاقات ووصلته مستوى الشراكة الاستراتيجية ده مستوى عالي جدا؟ يعني احنا لازم في البداية هبي نشير لنقطة محورية ومهمة جدا، كيف وصلت الدولة المصرية لهذه المكانة في توسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجية بشكل كبير جدا ما بين الشرق وما بين الغرب وما بين الجنوب، باعتبار ان الدولة المصرية منفتحة وبشكل كبير جدا على كل الأقطاب الدولية مما يحقق مصالحها بشكل كبير. العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية بامتياز، تطورت بشكل كبير جدا بعد تولي الرئيس السيسي، اللي كان في حجم كبير جدا من الزيارات ما بينه وما بين الرئيس الفرنسي ماكرون، ونتج عن ذلك نقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بشكل واضح. وأصبحت فرنسا تنظر للدور المصري باعتبار مصر داعم رئيسي
وقوي لها في قضايا مؤثرة جدا في المشهد الاقتصادي الفرنسي. يعني النهاردة وزيرة الخارجية الفرنسية بتشيد بشكل واضح بالدور المصري وبأنها حصلت على الغاز المصري ولو بجزء نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي، على اعتبار أن أوروبا كلها كانت بتعيش رفاهيتها على الغاز الروسي الرخيص. وأيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتعطي لفرنسا الغاز التي تحتاجه بأربع أضعاف سعر الغاز الروسي. وبالتالي انتقلت العلاقات بشكل واضح بين مصر وفرنسا لعلاقات قوية، علاقات ممتدة، علاقات راسخة قائمة على أسس وقواعد سواء سياسيا وتطابق في الرؤى فيما يخص الأزمة الليبية، الأزمة السودانية، القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي زار فرنسا أكثر من مرة وشارك في أكثر، كانت من أوائل الدول اللي اعترفت بثورة الشعب المصري بعد ألمانيا على طول طبعا. ومش هنتكلم عشان ما نضيعش وقت في ماذا تفعله أمريكا بحلفائها، لأن هي تجيبهم ناحيتها يعملوا اللي هي عايزاه وفي الآخر تلدعهم هي. ده حصل في النايجر يعني في النايجر الولايات المتحدة الأمريكية مسكت العصا من المنتصف، لم تتحرك بإدانة الانقلاب في النيجر أو الجابون، وبعتت السفيرة وبدون أدنى أي اعتبار هي بتسعى إلى تحقيق مصالحها حتى وإن كان ده على حساب أهم حلفاء الاستراتيجيين وهي فرنسا. بالزبط. وده حصل أيضا هبي في موضوع صفقة الغواصات مع أستراليا رقمية 66 مليار دولار. يعني أنا آسف، تعاملت مع فرنسا بشكل سيء جدا وخرجتها تماما من المشهد ودخلت هي بديل لهذه الصفقة وعقدت هذا الاتفاق مع أستراليا، وكانت صفقة مؤثرة جدا على العلاقات الفرنسية الأمريكية. لكن هل بما أننا يعني ممكن بسرعة كده نقول أين وصل العلاقات الفرنسية الأمريكية؟ لأن ما زالت فرنسا في ركاب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والقرار بيأتي من أمريكا إملاءً، وبتحاول فرنسا عن طريق رئيسها أو دوائرها السياسية العليا بس أنها تبدو أنها مختلفة عن عموم سياسة الصندوق الخاص بالناتو وأمريكا. يعني بشكل عام، على الرغم من أن احنا نشهد بشكل واضح أن في تجمع ناحية الإدارة الأمريكية فيما يخص تحديدا الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن بواطن الأمور وبواطن السياسة الخارجية بشكل عام أو الفرنسية على وجه الخصوص هي بتختلف الآن مع الإدارة الأمريكية. ولكن هي عملية المصالح، لأنه هذا الاصطفاف لا يمكن أبدا إلا أن يتم بهذه الطريقة لأنه ليس هناك أي مسار آخر. ولكن في نفس الوقت لو أنت خدت بال سيادتك بشكل واضح في الأزمة الروسية الأوكرانية، كان أكتر رئيس بيتواصل مع الرئيس بوتين وحب ان هو يعمل نوع من انواع التقارب الروسي الاوكراني لحل الازمه هو كان الرئيس الفرنسي. زيارات مكوكيه، لقاءات كتيره جدا. بس هو برضه روسيا واخده عليه ان هو كان في الناتو، وروسيا عماله تحذر وعماله تقول الحقونا وما تحطوش الجيوش بتاعه الناتو على حدودنا، وهو ما عملش حاجه. ولكن هو تحرك ناحيه روسيا وتحرك كمان ناحيه مين؟ الصين. يعني حتى الصين، المستشار الألماني، بريطانيا، فرنسا، كلها دول بتعلم الأهمية الاستراتيجية للصين، لأن الدول دي لا تستطيع التخلي عن الصين أيضا، لأن الصين التبادل التجاري ما بينها وبين الاتحاد الأوروبي بيصل لحوالي 800 مليار دولار طبعاً. طب وبتدخل الصين في كل الصناعات طبعا. طيب عايز أسألك على حاجة، يعني مصر كانت قبل عبد الفتاح السيسي بصراحة كده، يعني أيوه. أقول لك قبل الفقرة، أنا ما بحبش التمجيد اللي ملوش أيوه معنى طبعا. لكن الحقيقة أنه قبل عبد الفتاح السيسي كانت مصر دولة من الدول الإفريقية اللي كانت في يوم الأيام فرنسا بتحتلها، ده حقيقي. فما كانش ليها أمارة يعني في السياسة الدولية. فإذا بيك بعكس كل الدول المثيلة بتتعامل مع فرنسا بندية كبيرة لدرجة أن تحصل على 24 طيارة رافال وتحصل على مسترال حاملة مروحيات، الموضوع فرنسا بتبصلك بشكل تاني. إزاي مصر قدرت تعمل كده؟ بمنتهى الموضوعية، مصر بتلعب أدوار مركبة عربيا إفريقيا وأيضا على المستوى الدولي. بقى في دور قوي للدولة المصرية، وبمنتهى الموضوعية، وحتى أنا بسير معاك في موضوع عدم التمجيد، ولكن
الدولة المصرية وضعت قدمها بشكل كبير كأحد الأقطاب المؤثرة في المشهد الدولي وليس الإقليمي فقط. لا والطاقة كمان يعني مش بس الدور السياسي، انت سبتهم هم يحكوا ويدوروا ويخترعوا، في الآخر انت جيت من الآخر قلت ايه انا هصنع الهيدروجين. احنا هنقول مصر من 2019 أثناء رئاسة الاتحاد الأفريقي وضعت الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة. أي دي بتخدم 1.3 مليار نسمة. حجم استثماراتها 3.4 تريليون دولار. بعدها مباشرة خطوة تانية بتدل على أن هناك ثقة كبيرة من الشعب الأفريقي في القيادة السياسية المصرية، رئاسة مصر لقمة القومس 2021. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل الوكالة الإنمائية النباد مصر بترأسها لمدة عامين. ده على المستوى الأفريقي جعل هناك اهتمام متزايد بالقارة الأفريقية، ونتج عن ذلك دور مصر مؤثر جدا بانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ20 وبرغبة ملحة وبشكل كبير جدا من كل الدول وبرغبة هندية. كان ما هو ده كان من دهشة العالم ان انت لسه منضم البريكس، واصلا الرئيسين الكبار ما راحوش الـ20، بوتين وتشي جين بينج بالظبط، واذا بمصر ضيف شرف اجتماعات الـ20. لا مش ضيف شرف اجتماعات الـ20 بس، ده انضمام مصر للبريكس يا هبي لم ياتي من فراغ، ده كانت تحركات قويه جدا في المشهد المصري. يعني احنا هنقول كان في زياره مهمه جدا لفخامه الرئيس السيسي للهند في يناير الماضي. ايه بقى نتج عن الزيارة دي؟ أولاً الرئيس السيسي شارك في هذه الزيارة باعتباره ضيف شرف رئيسي للجمهورية الهندية 75، اتفاقات الجمهورية الهندية 75. تم توقيع 3 اتفاقيات فيما يخص الطاقة، ولكن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بقيمة 8 مليار دولار. بعدها مباشرة اهتمام صيني بزيادة جداً بالدولة المصرية، ومشاركة مصر في القمة العربية الصينية اللي عقدت في الرياض اللي هي ومشاركة مصر بعدها في القمة العربية الأمريكية اللي عقدت في الرياض والصين أفريقيا كان في برضه وفي أواخر هذا العام القمة الأفريقية الروسية اللي عقدت في سان بطرسبورغ. وده بيؤكد ان بص بقى الأقطاب الدولية كلها اللي هي أصبحت مؤثرة جدا في المشهد كلها تريد أن تكسب ود الدولة المصرية ليس من فراغ. لما نقول 23 دولة كانوا يريدوا الانضمام لبريكس، ياخدوا منهم 6 دول على رأسهم الدولة المصرية، وفي دول كبيرة جدا ومؤثرة ولها ثقة الإقليمي لم تنضم، ده دلالة واضحة على أن مصر تحركت على المستوى السياسي بشكل متوازن جدا، بشكل كل قوة وحكمة ورؤية، وده مبدأ الحياد الإيجابي اللي بتتبعه الدولة المصرية والسياسة الشريفة اللي اتكلم عنها الرئيس أكثر من مرة الشريفة. طيب هل من الممكن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر؟ هل احنا على اعتاب ان احنا نشوف امارة؟ احنا تعلمنا ان الاتحاد الاوروبي قراره بطيء جدا لغاية لما تخرب مالطا فعلا، يعني اذا بحراك اوروبي سريع لان في قوة تانية بتطلع بالضبط كده، فاحنا ازاي يكون عندنا استثمارات اكبر وهي موجودة وقوية من الجهات والشركات الفرنسية في مصر؟ يعني الموضوع الفرنسي موضوع مهم جدا، لك أن تتخيل تراجع الغرب بشكل كبير جدا والاتحاد الأوروبي في استثماراته داخل القارة الأفريقية. أكثر دولة دلوقتي بتستثمر وليها حجم التجارة ما بينها وما بين الدول الأفريقية هي الصين باستثمارات 258 مليار دولار. الصين وفرنسا بس؟ الصين فقط. مع مين؟ مع القارة الأفريقية. مع القارة الأفريقية. أنا بتكلم على القارة الأفريقية اللي هي الكنز. أيوة. هو ده الكنز طبعًا. المفقود اللي جاي، اللي هم كلهم بيدوروا عليه طبعًا. اللي هو انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ20 يضيف للاتحاد الأفريقي ولا يضيف عفوا لمجموعة الـ20 ولا يضيف للاتحاد الأفريقي طبعًا. لأن طبعًا. القارة الأفريقية قارة بكر لم يتم حتى هذه اللحظة استغلال موردها بشكل كبير جدا طبعًا. التبادل التجاري او التجاره ما بين الاتحاد الافريقي وما بين الولايات المتحده الامريكيه احنا بنتكلم في 65 مليار. بص التراجع، لا ده هم كمان هم بيعملوا على استمرار الخناق والتناحر وتوريد السلاح علشان تفضل تنهب الكنوز بتاعت افريقيا طبعا. وبالتالي تحركات مصريه وبالذات فرنسا، ومصر من خلال موقع استراتيجي مهم جدا ربط ما بين 3 قارات، القارة الأفريقية والقارة الأسيوية والقارة الأوروبية، المشاكل اللي بتعانوا منها أوروبا بدأت هي كمان أوروبا بشكل عام وكل دولة
تريد أن تنجو من المقصلة الروسية اللي روسيا بدأت نتيجة العقوبات اللي وقعت عليها، بدأ يكون في أزمة اقتصادية خانقة في داخل أوروبا. طب خليني أرجع، حجم التضخم في بريطانيا بالنسبة للسلع الغذائية وصل ل18%، طبعا رقم غير مسبوق. خليني أرجع لنقطة الاستثمارات الفرنسية في مصر، هل الفترة اللي جاية هنشهد زيادة استثمارات ولا هي وعود كما العادة في الاتحاد الأوروبي؟ أرى أن الفترة القادمة كل دولة على حدة، بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي، ستبحث عن مصالحها داخل القارة الأوروبية، وهي داخل الاتحاد الأوروبي لكن بعيدا عن المسمى، بعيدا عن مسمى الاتحاد الأوروبي. هيكون في تفتيت اقتصادي، لأن خروج بريطانيا من البريكس بشكل واضح جدا من الاتحاد الأوروبي، من الاتحاد الأوروبي، أثر بشكل كبير جدا على المشهد داخل الاتحاد الأوروبي. أولا هي خرجت بدون خطة، وخرجت بشكل مفاجئ وبدون أن يكون هناك أي ضمانات للحفاظ على الاقتصاد البريطاني، وده أثر بشكل كبير جدا على القوة الأوروبية. في نقطة مهمة قوي النهاردة، مش عارف حد خد باله منها ولا لا، في حديث السيدة كاتغان كولونا، قالت إن إحنا مستعدين نقف جنب مصر في المحافل الدولية، وقالت إن إحنا ممكن نتباحث في مسألة إلغاء أو تخفيض الديون والنهوض الاقتصادي لمصر. فسر لي بقى الجملة دي. النقطة دي مهمة قوي. لو أنت خدت بال سيادتك، البيان الختامي لمجموعة العشرين تطرق إلى أكثر من نقطة، ومن أهم النقاط اللي تطرق إليها مسألة الديون وإسقاط الديون عن الدول الأفريقية. الدول الأفريقية أصبحت غير قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هي مطالبة بسداد دين، في نفس الوقت بتعاني من تغيرات مناخية قاسية وبتؤثر بشكل كبير وتحتاج الى التمويل اللازم. ديون مصر فين؟ يعني هل هي بتتكلم في انها تقف جنب مصر في مساله تخفيض او الغاء الديون؟ الغاء الديون، ايوه، الديون اللي عند فرنسا، اللي ولا عند فرنسا عموما والاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات القويه اللي تستطيع من خلالها فرنسا اللعب، بتكون صوت مصر في الاتحاد الاوروبي، صوت مصر لدى البنك الدولي، صوت مصر لدى صندوق النقد الدولي، اللي هي الكيانات المؤثره في المشهد الاقتصادي العالمي. لأن فرنسا بالفعل لها، حتى وإن كان هناك تراجع كبير للنفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية، ولكن فرنسا دولة مؤثرة ومن أكبر الاقتصاديات في العالم، ودولة ليها حضارة، يعني دولة أصيلة، مش دولة طالعة امبارح. وعلى العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات نموذجية، علاقات قوية وراسخة. طيب، كان في مباحثات مهمة جدا هركن دلوقتي السودان والليبيا وفلسطين ولبنان، لأنها قضايا كلها تهم فرنسا، وفي المقام الأول ليبيا طبعا ولبنان أو لبنان طبعا ليبيا ولبنان. لكن عايز أتكلم عن، كان في جزء مهم من المباحثات ما بين وزير خارجية فرنسا وما بينها وما بين وزير خارجية المصري بخصوص تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. امبارح كان في تطور مذهل في المشهد، زيارة رئيس كوريا الشمالية، وده ما بيخرجش من بلده أبدا إلا لما يكون ناوي يعمل كارثة يعني. ده حقيقي. وراح قاعدة صواريخ جديدة لإطلاق الصواريخ في روسيا، واستقبله فلاديمير بوتين، وكيم قال إنه روسيا تستطيع بسهولة هزيمة أعدائها إذا امتلكت مش عارف منصات صواريخ إيه. وإيه بقى اللي بيتجهز في المشهد وممكن يأثر إزاي على حرب روسيا؟ أنا بس بشكر سيادتك على السؤال القوي جدا، لأن المشاهد حقه يعلم ما يدور في المشهد العالمي من تحالفات ستكون مؤثرة على تغيرات وتحالفات عالمية، وإحنا فين منها؟ مهم جدا. مصر دايما بتعتمد مبدأ الحد الإيجابي، ولكن في هذه الجزئية تحديدا صراع القوى الكبرى، إحنا دلوقتي بقى فيه ثلاث قوى ضد ثلاث قوى. أولا هي زيارة خطيرة جدا، مقلقة جدا للجانب الأمريكي، مؤثرة جدا في المشهد الدولي، نقل العلاقات الكورية الشمالية والروسية لمستوى الشراكة الاستراتيجية. كل زعيم ليه هدف واضح من هذه القمة. روسيا لديها هدف واضح في الحصول على الأسلحة من كوريا الشمالية، على اعتبار أن الهجوم المضاد واستمرار الدعم الأمريكي الواضح لأوكرانيا، سواء على المستوى اللوجستي او المستوى العسكري، امدادات خطيره جدا. يعني احنا شايفين ان البنتاغون كان في جلسه المجلس الامن بالامس طلبتها روسيا بشكل واضح لتداعيات موافقه البنتاغون على امداد اوكرانيا
بالذخائر الموجود بها اليورانيوم المنضب. أوه. وفي موافقة أيضا أو شبه تباحث بإمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى 300 كيلومتر. وفي الاف 16 وتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها. أي. ده هيغير المشهد. وبالتالي بوتين بيبحث عن حلفاء أقوياء جدا. كيم ما خرجش من كوريا الشمالية منذ العام 2019. كان في زيارتين متتاليتين في فبراير ومارس. الزيارة الأولى التقى بالرئيس ترامب، والزيارة الثانية كانت للرئيس بوتين. مش كانت على الطرف كده؟ يا بالظبط كده. الزيارة بقى دي مختلفة. هو دلوقتي بيبحث عن ايه؟ تحالف قوي جدا بيتم. كان في مناورات بحرية قريبة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية. والاجتماع كان وقت اجتماع بريكس، فهو طبعا كوريا الجنوبية عدوة كوريا الشمالية وخايفة منها. دلوقتي الولايات المتحدة بدأت تصنع رؤوس حربة جديدة، لأن هي فقدت رؤوس الحربة القدام في التعامل في الحرب بالوكالة على المستوى العالمي. هي فقدت ألمانيا. دورت بقى دلوقتي على مين؟ الهند، وتتعب قوي الصين. دورت على تايوان، وبأول مرة بصفقة بقيمة 550 مليون دولار بشكل مباشر يتم امداد تايوان بالاسلحه الامريكيه. طبعا بعد الزياره بتاعت لينسي جراهام وقال لك هنضرب الطياره بتاعتها، وراحت قالت لهم لكم الحق في الديمقراطيه وكفايه ديكتاتوريه. وبولندا وبولندا على الحدود البيلاروسيه، وكان في طلب بولندي بنشر اسلحه نوويه تكتيكيه داخل الاراضي البولنديه. وطبعا اليابان. فشوف بقى كام راس حربه بتصنعهم الولايات المتحده الامريكيه جداد عشان يقوموا بحرب بالوكالة وينفذوا سياساتها. وبالتالي الزيارة بقى بتاعت كيم دي لها بعد مهم جدا. هو عايز يحصل على الطاقة. وعايز يحصل، عنده أزمة في السلع الغذائية. كويس. المواد الغذائية. كويس. وفلاديمير بوتين وقف اتفاقية الحبوب وإمداد الطاقة بتاع أوروبا، يبقى هم ليهم سوق. هو بقى هو عايز العائد. هو ده، انت لو الاقتصاد الكوري الشمالي منهار لان عليه عقوبات بقى لها 15 سنة. هو عايز يعمل ايه؟ ينعش الاقتصاد. طب وبوتين عايز ايه؟ بوتين عايز سلاح. هيديله سلاح. هيديله سلاح. هو عايز اسلحه وذخائر. هيحسم الحرب طبعا بسرعه تتوقع. هيديله ما يعني اصل دي زياره كانت واضحه جدا. يعني حضرتك متوقع ان تنتهي الحرب الروسيه الاوكرانيه لسلاح روسيا قريبا؟ في ظني وتقديري ان في ضغط كبير جدا من الرئيس بايدن وامداد اوكرانيا بشكل مستعجل قوي عشان الانتخابات الامريكيه، وعشان نطول الامد لغايه بعد الانتخابات، عشان هو يفضل مستنزف روسيا يدخل في المشهد. واوكرانيا حققت ولو نجاح جزئي في هجومها المضاد. ربنا بس يديله طول العمر ويخش الانتخابات الموضوع. بشكرك يا دكتور، شرفتني جزيل الشكر. سيادتك يا حبيبي. شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. الحقيقه ما بنشبعش من حوار حضرتك الحقيقه. الشرف بوجودي معاك. وهكذا كل يعني متخصص وشاطر وتقيل في تخصصه بنحس على طول انه مش محتاج لجمل كتير، بل بالعكس لديه حقائق كثيره يريد ان يعرضها في زمن قليل. بشكركم جدا. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله حلقات جديده في مساء الخير.